هنا النقطة والاستلام مع المحاولة والعودة من جديد. هنا الخطر الآن، الخطر يقرب في هذه اللحظات. نقطة والاستلام للحياة يتاري القرعة ويتم لعبة الكرة في سكرة كوبا شوية الأمان هي إذن كرة قادمة الآن لمصلحة نجوم غليل. الكرة التي لعبت ممتازة كوباش ببراعة، كوباش ببراعة فيصل وقت السدي. يا سلام على لعبة مثالية جميلة. إذن العودة من جديد، الكرة ترجع مرة أخرى، عودة من جديد، كرة مع فيصل كوباش. كوباش يلعب كرة ممتازة خطيرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة كرة في المرمى كرة. هو محمود سعد يا سادة يضرب لولا الأهداف بكل تأكيد. هدف الأروع والأجمل في مرمى حرس فيصل كوباش على مرمى وزارة شكر الرامي. هجوم غليل هكذا يبدأون اللقاء، هكذا يبدأون بالمتعة والإمتاع بكل تأكيد، والإبداع لغلطة دفاعية لا تغتفر بكل تأكيد يا سادة. هكذا منصار غليل هكذا يبدأون مجريات المباراة والشرق يا سادة. الله على الرواية، الله على القصة والنهاية. يلعب من جديد مرة أخرى عبيد اللي يلعب كورة مع سالم، سالم اللي يلعب كورة عودة من جديد. هي الكورة عودة الآن، الانطلاق الآن والثاني الآن. مش معقول على المتعة، مش معقول على تربط الثاني. رقصوا يمين وجابوا من شمال، وداهم يمين وجابوا من شمال. هو محمود سعد بكل تأكيد، هو محمود يضع الثاني. وصاد الروافي، صاد الروافي اليوم جاءوا سمع عليهم الليلة، جاءوا ضربهم الليلة. مش منكر على القمة، هو محمود سعد يضع الثاني لفرقة أنصار وقلعة وكتيبة جو غليل. غليل اللي ما عرفت تنام الليل، غليل يضربون بالثاني بكل تأكيد. 2-0 في اللقاء، 2-0 في الشوط الأول. حكم اللقاء الأستاذ مشرف القحطاني عن نهاية مجريات الشوط الأول. في تقدم نجوم غليل بنتيجة 2-0. لنا عودة بالشوط الثاني متابعينا لا تذهبوا بعيد. الجيد المجهول هنا على أرضية هذا الملعب. هذا الرجل اللي قدم الكثير من التسهيلات لهذا الملعب. الكرة والثالث، الكرة والثالث من عاجل التسهيلات. هو من يسهل محمود سعد، هو من يسهل كل الأمور. يضرب ويضع الهاتريك بكل تأكيد. ثلاثية مش معقول، ثلاثية لنجوم غليل، ثلاثية لفرقة نجوم غليل. يضربون من ثلاثة، هو صاحب الرقم 17 يا ناس. يضرب بلاطة الثالث في اللقاء، ثلاثية ثلاثية في مرمى الأنصار يا شيخ الترابي. يعانون الأضرار، يعانون الأمر والأمر هنا في هذه القمة. يبحثون عن الخروج بالعرق الزجاجة هنا في هذه المباراة في الغالبية. إذا لازلنا ننتظر ونترقب حتى للحظات هنا مجريات هذه المباراة. العودة من جديد، يلعب إسماعيل يوسع كورة والرصية في كورة في الجول. عبرت الكورة إلى ركلة الزاوية. عادت الكورة من جديد مرة أخرى واللعبة التغطية والعودة من جديد. يلعب الآن إسماعيل اللي حط كورة ممتازة بعمق الملعب والكورة في الجول. مش معقول، عبرت الكورة بسلام. إذا لا عبر من جديد باستمرار القضية وركلة جزاء.
الدفيع. والسلام عليكم ورحمة الله.